السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم عمي الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير لبس عليك الأمر هانية كل شيء مزيان. الله يحفظك ورعاكس ياسين. الله يحفظكم الله وراعكم أنتم الله يجزكم بخير عنا خير الجزاء. والله العظيم لا يعني على الأرقام ضغط رهيب. وأنا نقول الله يجزي التيسير وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. هو يقول لي مستقبل المكالمة. وعليكم معكم بيت راديو. ما شاء الله ما شاء الله. أنت رجل مؤمن وشوف ومن تمسك بالله لن يخيب أبدا أبدا أبدا. شهد الآية هذه والله دخلت بها القصر الملكي. سبحان الله. وكانت عندي واحد دعوة مع واحد مجموعة في عيد الشباب ولكن هذيك الدعوة ما قواش حتى لاخر لحظة. وكتبر عندي الدعوة قال لي لا احنا ما كنعرفوش احنا بغينا تكون مكتوبة عندك في يدك ما كيتفاهموش الناس ديال الامن. وقلت له ما سيدي راني هات. قال لي لا ونقول هذه الكلمات ونتقدم. ودخلت حتى وجدت نفسي داخل القصر الملكي مع الوفود مع أهل الخير وأمام صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه. آية عظيمة ومباركة يفتح بها الله الأبواب المغلقة. سبحان الله العظيم. هو القرآن سبحان الله كله عظيم. سبحان الله العظيم. لا إله إلا الله. قرب من الله سبحانه وتعالى يرفعنا بالقرآن. لا إله إلا الله. وأنا عمي الحاج يعني تكلمت على الحلقة اللي فاتت على القرآن وما زلت نتكلم على القرآن لأن الله سبحانه وتعالى نادى في القرآن على المؤمنين 89 مرة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ما شاء الله يعني يا أيها الذين آمنوا تكررت 89 مرة في القرآن ما شاء الله. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 10 مرات يعني كررت في القرآن. لا إله إلا الله. ما شاء الله. يعني شوف يعني شوف هذه الآية كثيرة. يا أيها الذين آمنوا يعني ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني ما قالش الله عز وجل لا تتبعوا الشيطان لا تتبعوا خطوات الشيطان يعني بالخطوة بالخطوة. ويعني شوف القرآن ما شاء الله يعني احنا خصنا نقرأ القرآن. وكما قلت بعد قليل يعني سورة الضحى وسورة الشرح يعني ترى ما شاء الله هاد الصور اللي قراهم راه مفلح 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 مفلح. واللي قرا القران كامل راه مفلح 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 مفلح. الحمد لله من الفالحين. يعني خاصنا احنا يعني خاصنا نفروا الى الله نتوكلوا على الله نتوبوا الى الله نكونوا صادقين مع الله نكونوا ناجحين مع الله نتخشعوا في القران نتاملوا في القران يعني يرفعنا ويعني القرآن قال لك إن الله يرفع في هذا القرآن أقواما يعني ويزل أقواما يعني الله يرفعنا وإياكم في القرآن. اللهم آمين إن شاء الله. اللهم آمين. والله سبحانه وتعالى قال ففروا إلى الله. نعم. ففروا إلى الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. الله سبحانه وتعالى ما قالش يعني وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا يعني جميع المؤمنين يعني يتوبون إلى الله يعني والله سبحانه وتعالى يعني را ما شاء الله. لا إله إلا الله. اللي قال واحد دعاء يعني اللي قال واحد دعاء اللهم أنت ربي خلقتني لا إله إلا أنت وأنا على وعدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. عرفت الدعاء شنو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الأخر. قال لك اللي قالوا في يعني في, في, في العشية يعني ومشات فجأة الوفاة قدر الله الوفاة جنة ديري. نعم ديرك الجنة ما شاء الله ديري. والله سبحانه وتعالى يبسط يده في النهار يعني يبسط يده في النهار يعني للمؤمنين ليتوب مسيء النهار ويبسط يده في الليل ليتيب يعني ليتيب مسيء النهار يعني يقول الله عز وجل هل من سائل سأتوب عليه. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بارك الله فيك سياسين توجيهات مباركة. كنشكرك على هذه التوجيهات الطيبة سياسين رجل فاضل والحمد لله من أهل القرآن. وهذه إشارة مهمة للغاية فعلا. الله سبحانه وتعالى لما يقول يخاطب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أي خطاب
كيبدا بهذه الايات العظيمه، يا ايها الذين امنوا، يعني ربنا عز وجل يثير فينا شاره الايمان، شاره الايمان. كل واحد فينا فيه الايمان بالداخل، كيقول لك الله تعالى ماشي كيدير باسمك، كيقول لك يا فلان انت راك من المؤمنين، يا ايها الذين امنوا. والايه اللي ذكرتها دابا الان، المجتمع الدولي الان في امس الحاجه اليها، كان سبق وترجمها وقالها رئيس الامم المتحده، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، ادخلوا في السلم كافه. قال لك هذا الرئيس الامم المتحده، يكفي ان هذه الايه في القران الكريم العالم كله يصير كله مؤمنا ويصير امنا مطمئنا. كان قال حتى بعض شكوا بعض الناس الرئيس ديال الامم المتحده، قالوا قال مسلم هذا الكلام اللي كيقول كل مره مسلم، حتى الاخر لحظه هو يغير جميع الاقوال ديالو لانه تعرض للترهيب وبدا يقدم الاعتذار. ولا حول ولا قوه الا بالله. فمعنى الايه ادخلوا في السلم كافه، يعني الناس كلهم، جميع الديانات، جميع الشعوب، جميع الدول، ينبغي ان ندخل في السلم كافه. السلم هو مؤشر الحياة، لأن الله تعالى هو واهب الحياة، وربي أرنا أن نكون صناع الحياة، لا صناع الموت ولا صناع الدمار ولا صناع الخراب والعياذ بالله. أدخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لم يقل تتبعوا الشيطان، خطوات بمعنى إبليس ما كيجيكش مباشرة، عمره ما غيجيك ديريكت إبليس، عمره ما غيبان لك في الصوره يقول لك ها انا ذا، لا شفتي انت غتقول انت ابليس وغتبعد من طريقه، لكن هو عنده خطوات. كيجيك ابليس وكيجيك بالاغراء في الاول بحال ضاما، ملي كتلعب ضاما مع شي حد وكيقول لك هاك كل هذه ازيد كل هذه، ومن بعد كيقول لك سير الضيم، يعني مشى مع الواد ودا لك كل شيء. هذا هو ابليس، هكذا يفعل، كيبدا يزيك الامور وكيبدا يزوق لك الامور، ومن بعد تجد نفسك قد وقعت في الشبكه. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وما يدو الشيطان هو عدو السلم والسلام والأمان. هذه الحروب اللي قائمة، هذه الحروب راه إبليس كيلعب، كيمشي عند القلوب الضعيفة، كيمشي عند الضمائر الميتة، كيمشي عند النفوس اللي كتقلب على المصلحة الذاتية، كيبدي يلعب عليها، وهو وقع ما وقع في العالم. نسأل الله السلامة والعافية. وكنشكرك الشيخ ياسين، ذكرتي هذه الآية العظيمة، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. هذه أعظم آية ممكن الإنسان يفتخر بها ويعتز بها، ففروا إلى الله. أن الله سبحانه وتعالى حينما تشتد علينا النكبات وحينما نشعر بالضعف والهوان، ماذا علينا أن نفعل؟ نفر إلى الله جل جلاله. وكل من فر إلى الله تعالى إلا وربك سبحانه وتعالى أعطاه من الخيرات والبركات ما الله به عليم. كان الصالحون في مكة توقع مثل ما وقع الآن في العالم، العالم الآن مشتعل، ممكن نقول بأن العالم الآن التاريخ يكتب، هذه المحطة اللي احنا فيها الآن التاريخ يكتب، وهذه كنت هو عبارة عن 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 محطة مهمة من المنعرج في تاريخ البشرية. هذا الظرف فيك نعيشوها الآن، أخطر من كورونا وأخطر من الزلزال هذه المرحلة هذه. والتاريخ مليء بها، يعني مش جديد علينا، مليء بها الصراع والقتال والدمار والخراب والأرواح البريئة تسقط، مليء بها. كان الناس إذا جاءت مثل هذه اللحظات كانوا يفرون إلى الله، يفرون إلى الرحمن سبحانه وتعالى، ويطلبون منه العون، ويطلبون منه المدد، ويطلبون منه النصر. ياما مرت على تاريخ البشرية وعلى الأمة الإسلامية محطات خطيرة جدا جدا جدا، حتى أن بعض الصالحين يقولوا بأن مرت فترات كان الناس يموتون يوميا بالآلاف بل بمئات الآلاف، كانوا يموتون وكانوا تزهق الأرواح البريئة، وكان هناك ذمار وخراب. ولكن ماذا نفعل إذا لم تكن الكفة متوازنة؟ ماذا نفعل؟ وأن الله سبحانه وتعالى العلي القدير كان يلهم الصالحين، إذا لم يستطيعوا الدفاع كانوا على الأقل ينخرطون في الذكر، ينخرطون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أنه يفرج وأنه يعطي العطاء. فكان هناك من إلى رحمته المفر، كانوا يقولون يا من إلى رحمته المفر. هذه الأحداث كانت عظيمة وجليلة،
الناس يفرون إلى الله سبحانه وتعالى، يفرون إلى الرحمن جل علاه، يفرون إلى رحمته الواسعة، يقولون يا من إلى رحمته المفر. معروفة في التاريخ وفي الأدبيات ديال التجليات الربانية سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل جلاله أن يرحم عباده المؤمنين، ونسأل الله سبحانه وتعالى في الدعاء الناصري المعروف، كانوا الناس يقولوه الدعاء الناصري، نحن في أمس الحاجة أن نقوله في مثل هذه الظرفية الصعبة للغاية. الدعاء الناصري هو فيه تجليات ربانية عظيمة، وفيه نور، وفيه رحمة، وفيه استغاثة بالله جل جلاله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بفضله، ونسأل الله تعالى بمنه، ونسأل الله تعالى بجوده أن ينصر عباده المؤمنين. ونذكر به لما نقول يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك، لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال رحما، انظر إلى ما مسنا من الورى، فحالنا من بينهم كما ترى، قد قل جمعنا وقل وفرنا، وانحط من بين الجموع قدرنا، واستضعفونا شوكة وشدة، واستنقصونا عدة وعدة، فنحن يا من ملكه لا يسلب، لدنا بجاهك الذي لا يغلب، إليك يا غوث الفقير نستند، عليك يا كهف الضعيف نعتمد، أنت الذي ندعو لكشف الغمرات، أنت الذي نرجو لدفع الحسرات. دعاء جميل وطويل وعريض، نسأل الله تعالى أن يجعل الرحمة تنزل في قلوب العباد، والأمن والأمان ينزل في ربوع الناس، ونسأل الله جل جلاله أن يرحمنا برحمته الواسعة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.